ومعنا الآن السيد ماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للاستوديوهات والشريك الاستراتيجي لمنتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بحضرتك معنا النهاردة. أهلا وسهلا. شكرا. حابين نعرف من حضرتك النهاردة رأيك بالمنتدى في دورته الثانية. والله طبعا اليوم احنا مشاركتنا في المنتدى هذه تبين ان اليوم احنا شفنا المنتدى في فرص كثيرة، واليوم احنا مهتمين كثير في مشاركات في منتديات مثل هذه للوصول للشريحة اللي احنا نستقطبها من الاشخاص. فاليوم احنا كمدينة دبي للاستديوهات حابين ان احنا نشوف المطورين او المنتجين، وحابين نشوف اللي بيعرضون هذه الانتاجات هذه او شو اللي يحتاجونه اليوم كشركات في هذا المجال. من وجهة نظر حضرتك بتشوف ان ممكن محتوى المنتدى النهاردة يأثر في مستقبل السينما العربية؟ طبعا اليوم احنا كل المنتديات اللي احنا نشوفها اليوم فيها فكر وفيها تطور، وهذا اليوم هذا المنتدى ما يقل عنهم من هالمنطقة. اليوم كثير من الاشخاص اللي تكلموا عن الواقع اللي هم فيه، ويتكلمون عن شو اللي ممكن يحاول يساعد في تطوير المحتوى اللي موجود عندنا والمحتوى العربي اللي موجود عندنا في المنطقة. عايزين النهارده حضرتك توجه من خلال قناة القاهرة والناس كلمة ورسالة من داخل النهارده المنتدى. والله اليوم احنا نشوف ان المنتدى هذه فرصة جديدة جميلة، لانك انت تبرز كاشخاص وكشركات، وممكن احنا نحاول ان نفيد كثير من الناس انهم يطورون محتواهم. اليوم كمدينة دبي الاستوديوهات كالبنية التحتية المتميزة اللي موجودة عندنا، في فرص كثيرة ان احنا نقدر نساعد منتجين المحتوى ومطورين المحتوى ان يحصلونه في مدينة دبي وفي دولة الامارات العربية المتحدة. فاحنا ندعوهم ان يجون دبي يحضرون المنتدى، يحضرون المهرجان اللي بيصير ان شاء الله في شهر 11، ويكون عندنا فرصة ان احنا نشوف محتوى عربي او محتوى اقليمي جيد يروق للمتلقي ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.